ست زارين، الست فريدة ناطرتك بالصالون. ليش؟ ما بعرف، طلبت مني ناديلك وقالت لي أعمل قهوة كمان. بدك تعملي طبعاً، أنت جاية لهون لتشتغلي. ست زارين، ممكن إلك شغلة؟ برأيي لازم تحسني العلاقة بينك وبين الست فريدة. شو عم تحكي عمران؟ شو دخلك أنتي؟ طول ما علاقتك أنتي فيهم سيئة، وضعي رح يكون مكركب معهم كمان، وبجوز يومين ثلاثة نلاقي حالنا مرميين برات البيت. طلعي فيني وليه؟ أصحك تحكي معي مرة تانية بهالشكل، ولا تفوتي على غرفتي قبل ما تدقي الباب، وهلأ روحي شوفي شغلك. ست زارين، لما أنا كنت بخدمتك ما قللت من احترامك أبداً، بعدين هذا بيت جديد وأنا كمان عم حاول أتعود. وبتعرفي إنه لولا وجودك أنا كمان ما بضل دقيقة واحدة هون. يعني قد ما صرختي وعيطتي علي، بتعرفي إنه إخلاصي دائماً إلك وبس، ولهيك حكيت معك هالكلام. منيح كتير، معناتها لا عاد تخالفي كلامي. نكارة، كيف صارت هلأ أحسن ما؟ إيه منيحة، صرت أحسن يسلموا. طلعي فيني، إذا حسيتي حالك تعبانة بتقليلي ماشي؟ منروح على المشفى. منروح طبعاً. انتبهي وانتي عم تلبسي. جينك أنت وين كنت اليوم المساء؟ يعني كأنك طلعت من الشغل بكير؟ ايه صح، كان عندي مقابلتين عملتهم وكنت راجع على البيت وبس. شغل شو كان عندك شغل؟ أعمال سرية جدا، ما لازم أنتي تعرفي فيهم. بدك تخبي عني؟ شو هالشغل احكيلي؟ في شركتين كانوا بدهم يعملوا اتفاق معنا، كنت عم بهتم بالموضوع، بس هاي رح تكون اتفاقية سرية. يلا خلينا نروح. بلقيس، وين حط لك هدول؟ حطهم هون، وهلأ عمران بتاخدهم. مين؟ عمران. وهي اجت عمران، اعطيها الغراض لإلها. اهلين، انا متذكرك، جيتي مشان تشوفي الست زيرين ما هيك؟ ايه بتوقع انت حسن مو هيك؟ بلقيس حكت عنك. تشرفت بمعرفتك. تسلم، الشرف لإلي. حسن، انا مضطره اروح، امي مريضه ورح غيب كم يوم، وبفتره غيابي عمران رح تشتغل مؤقتا بمكاني. ماشي تمام؟ عن جد؟ معافاي إن شاء الله. تسلم. إيه، لا تاكلي هم شي، أنا موجود وبساعدها لعمران إذا احتاجت لأي مساعدة. قديش الكل لطيف هون، تعرف أنا حبيت بلقيس كتير، وحسيت إنه هي كمان حبتني. إيه طبعاً حبيتك. يلا معلش تاخدي هدول من إيده لحسن وتوديهم لفوق. ممكن تحط لي إياهم بالمدخل لو سمحت؟ أنا لازم أعمل قهوة للست فريدة، هي طلبت مني. لا طولي بالك، أنا بعملها. لا 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 تعذبي حالك، هي طلبتها مني وأنا بساويها. بعدين أنتي مو لازم تطلعي هلأ، أمك مريضة، روحي حبيبتي الله يشفيها. تمام، لا تنسي تحطي هدول بالبراد. ست فريدة، قال طلبتي تشوفيني. لا مو هيك ولو قريبتي، قلت خلينا نشرب لنا فنجان قهوة مع بعض ونحكي شوي. تفضلي عدي. صحة وعافية. يسلموا إيديكي بنتي.
تأمريني بأي شيء تاني؟ لا بنتي شكراً. نحن كلياتنا هون نتصرف باهتمام كبير مع مارت لأنه هو غالي كتير علينا. شو قصدك تقولي؟ عم تحكي كأني ضربت طفل صغير وأذيته. إذا بتحاولي تتقربي من مارت بحب ما رح يعاندك وقتها. الطريقة اللي بتعاملي الطفل فيها هو بيعاملك بمثلها. هذا الشي بعرفه ست فريدة، أنا كمان ربيت طفل. أنا ماني عم قول إنك ما بتعرفي، بس إذا منحط عصبيتنا على جنب ومنحاول نتعامل بحنان ووش بشوش، وقتها لا أنت رح تنزعجي ولا حدا رح يزعل. أنا متأكدة إنه مارت رح يحبك كتير. بتمنى ما تكوني فهمتي الكلام اللي قلته غلط. لا بالعكس، فهمتك كتير منيح. انبسطت لأنه قدرنا نتواصل ونتفاهم بدون زعل. أنا رح أطلع أرتاح شوي بالإذن، وتصبحوا على خير. شو هالوقاحة؟ سمعتيها؟ طلبت تشوفني مشان تهددني وتحط لي حدود. أمي لا تواخذيني، بس أنت كمان بتضلي طول النهار بالبيت قاعدة وقلبي خلقتك فيهم، كل واحد بيطلع بوشك بتلطشي كلمة، سمعتك الصبح وأنت عم تعيطي على حسن. خلصنا من مارت وإجا دور حسن هلأ، ما هي؟ أمي شو دخل هي بهي؟ وظيفة حسن معروفة وواضحة، من الصبح عم تبهدلي حسن ليروح ويلاقي لك كيك بطحينة. ونفس الشيء عملتيه مع بلقيس، صرختي على البنت لأنها ما جهزت لك الحمام، مع إنه لو إنك قايلتي لها من قبل كانت جهزته. ما عم صدق شو عم تحكي سراب، أنت هلأ عم تقارنيني مع اللي بيشتغلوا هون؟ ماني عم لاقي كلام ينقال. أمي بترجاكي فهميني، أنا ما هيك قصدي أقول بنوب، أنا عم بحكي بس مشان تكوني رايقة وبالك مرتاح وهادي جوات البيت. شوفي أنت بهذا التصرف السلبي تبعك عم تأسري على الكل، وبعدين بتقولي ليش عمل أردا هيك وليش قالت فريدة هيك، وبتعلقي على شغلات ما لها طعم بنوب. بعدين مو أنت اللي قلتي لي حسني علاقتك مع حماتك فريدة؟ أنت رح تطلعي من البيت بكرة أو بعده، بس أنا اللي رح أبقى هون. ما عم بفهم، بتقولي إشي وبعدين بتعملي. إيه صح مزبوط، قلت لك تعملي هيك. بس مو لتنفذي اللي طلبته، تدوسي على راسي وتقوي فريدة علي كمان سراب. بس يا الله منك يا أمي يا الله.